يا شباب الصوفية تونا قرينا صورة الواقعة والياسين والملك ويوم اللي معنا نقرأ الكهف، فهذا من آثار جنة السيد أحمد الرفاعي شيخ طريق الرفاعي الصوفية بالعراق، والسيد ساشم السيد أحمد الرفاعي وزير نائب شيخ طريق الرفاعي الصوفية دولة الكويت، هو نشر طريقته. فيقول السيد أحمد الرفاعي قدس الله سرهم الفاتح، بسم الله الرحمن الرحيم، آمين آمين. يقول أمس محمد كان الوالد يقول قبل الدعاء وبعدها صلوا على النبي اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الناس تشقي من الضيقة وما عندنا فلوس وإن شاء الله الله يرزقنا ويرزقكم والجميع الحلال. دعاء الفاقة يقرأ بعد الواقعة للإمام الهمام سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه، اللهم صل على محمد وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظيم وباسمك الأعلى وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبإشراق وجهك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأن تعطيني رزقا حلالا طيبا ويا طالبا غير مطلوب ويا غالبا غير مغلوب، يا واسع المغفرة يا رزقنا الثقلين ويا خير الناصرين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه يا رب، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فسهله، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. والله الصوفية البركة. اللهم اجعل يدي اليدي العليا بالإعطاء بالعطاء، ولا تجعل يدي اليد السفلى بالاستعطاء، يا فتاح يا رزاق يا كريم. كانت يد محسن تقول كريم اسم من أسماء الله نفسه فيه، يعني مو بالهذا إن يعني سور كرماء خاصة السادة الرفاعين وغيرهم الحسن وغيرهم المسوين والبشقة وغيرهم والعقيل وغيرهم. شكرا سيدي، ادعي لي يا كريم الحسنين والحسين وغيرهم العبيد، كنا عبيد والمولى يفعل فينا ما يريد. يا كريم يا عليم، اللهم سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن التدبير والحيلة في تحصيله ومن الشق والبخل بعد حصوله. اللهم تولى امري بذاتك ولا تكني لنفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، واهدني الى صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله تصير الامور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.